بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة وأنا جاي واحد بيقول لي أنت رايح تختار الرئيس مين؟ فأنا رأيي إن أولاً أنا بشكركم لأن سمحتوا الفلاح ما تعلمش يجي بينكم، لأن مصر كلها ما سمحتش للفلاح يبقى موجود. الحاجة التانية إن أنا بقول الرئيس مين اللي هيبقى معانا؟ مين اللي هيتسابق ويبقى معانا؟ أنا كنت في حلقة من أسبوع مع مرشح ومش عاوز أقول اسمه عشان ما أعملش دعاية ضده، سألته عدد من الأسئلة، واحدة منهم إحنا 90% من الشعب المصري ما عندناش، أنا كاتحاد فلاحين بقول نجفف منابع الفقر، أنت حلمك إيه في تجفيف منابع الفقر؟ الفلاحين اللي بقوا فلاحين بلا أرض وأرض بلا فلاحين، الأرض اللي بقت بتتسقع وتتباع وملاعب جولف وكده، أنت حلمك إيه فيها؟ قال لي ده أنا عندي حلم كبير قوي، ده أنا من الريف أصلي، وأنا فيه مجموعة رجال أعمال محترمين حاجبهم يشتروا الإيراتين والتلاتة من الفلاحين ويشغلوهم فيها. قلت أولها هتخليها إقطاعية؟ أولها على الهوى هتشتري الناس اللي ما عندهاش؟ أنا رأيي اللي ما يدافعش على البلد دي، اللي ما يملكش ما يحكمش، واللي ما يملكش مش هينتمي لهذا الوطن. قضيتنا في مصر النهاردة كلنا لازم نبقى راجل واحد قدام رئيس، قدام رئيس ما يبقاش لا الفئة ولا الحزب، قدام مصر، مصر لازم تعاد. أنا معايا مشروع دلوقتي في جيبي هتستعجبوا قوي، أنا قابلت راجل جيولوجي وأنا الحقيقة بكيت وهو بيكلمني، قال لي أنا عندي حلم أخلي الثمانية مليون فدان 16 في مصر. وأنا عندي مشروع هنعمل نفع صغير من جدار السد ونعمل مواسير وهكلف كم مليار ونسقي بالري اللي مش بالمكن، وانا بعاني من ده، لا انا لاقي جاز ولا لاقي مكن ولا لاقي زراعه ولا القط ولا الكتان ولا المصانع اللي بتنتجه. مين الرئيس اللي هيقدم البرنامج ده؟ ان احنا نعمل ري في الارض الصحراويه الموجوده وننقل الفلاحين اللي متهمين النهارده اللي هم اعتدوا على الارض الزراعيه، اللي متهمين النهارده اللي هم ما بيحبوش البلد دي، اللي هم بنوا بيوت عشان يسكنوا. الرسول عليه الصلاه والسلام قال فرقوا بينهم في المضاجع، الناس بقوا على بعض، نص بينام تحت السرير ونص فوق السرير ومحدش سامعهم. مين الرئيس اللي هيبقى معانا؟ مين الرئيس اللي هينزل القرى؟ مين الرئيس اللي هيقول حلمه؟ وبالتالي انا هبقى معاه. لكن انا قضيتي النهارده لازم كلنا قدام رئيس مشرف، ولازم لجنه مستمره من 100 من 200 من 1000 تتابع الرئيس ده على طول، تقول له وقف النهارده، ما تطلعش الناس بره الامريكان، رجع الامريكان الاول، تقول له النهارده ما بيحول. على فكره ناس في مجلس الشعب دعت الاسبوع اللي فات، مش عاوز اقول اسم، رجعوا الكيماوي لبنك القريه. يا جماعه بنك القريه عندنا 200 الف فلاح محكوم عليهم في السجن، بنك القريه سرق بنك التسليف، بنك القريه خد فلوس التعاونيات، بنك القريه دمرنا، حد النهارده بيقول رجعوا صدر قرار السماد يرجع مع بنك القريه. طب احنا النهارده مين الرئيس اللي هينزل ده ويعرف؟ مين الرئيس اللي هيعمل فريق من الفلاحين اللي هم 90% ما فيش منهم واحد في مجلس الشعب؟ وان كان في مجلس الشعب يجي يناقشني، انا لما اخش المدارس في حياتي ما اتعلمتش، لكني انا مهتم بهذا التراب، بقول انا شمعه تتحرق تنور له، انا عندي 67 سنه عاوز ابني ينول من ده، لكن احنا قاعدين نتكلم، انا هترشح هيبقى معايا 3 4 مليون، انا سالف عيب مش هقول، يعني أجرة السكة تتعبني، أجرة المواصلات تتعبني، أنا عندي نص فدان أرض، ولكن بقول مين الرئيس اللي هيبقى مع 90% ده؟ مين اللي هيقول حلمه العام ده؟ وبالتالي لازم تبقى لجنة دائمة، مش بس فترة الانتخابات، حتى بعد ما جه، لو كان وصل بطريق غير غلط، لو كان هو حظه أوفر زي ما حد قال، مش حظه أوفر، هو حظه أوفر بالمعرفة ولا غير المعرفة؟ إحنا النهاردة بعد الثورة محدش هينام ومحدش هيخاف، ولازم إحنا نحط معايير للرئيس القادم إنه يكون مصر أولاً، مش للفئة ولا الحزب ولا الشخص. وأنا طولت عليكم، آسف وشكراً.